مكان اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اجنده مرشد. زي ما احنا عارفين الزراعه بالشتلات هي احد اساليب الزراعه الحديثه اللي الناتج بتاعها بيكون وفير وصحي وممتاز. زراعه بالشتلات بتحتوي على كثير من الخطوات هنتعرف عليها مع بعض خطوه بخطوه، من اول الاعداد والتجهيز لحد ما ناخد الشتله معاكم ونزرعها ايد بايد في ارض ونشوف مثال حي على ده. لكل المعلومات ديت خليكم معانا على صفحات اجنده مرشد. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين على اول صفحه من صفحات اجندتنا النهارده اللي هنتكلم فيها باذن الله بالتفصيل عن زراعه الشتلات. هيكون معانا ان شاء الله الباشمهندس سعيد عبد المجيد مدير وحده انتاج الشتلات التابعه لوزاره الزراعه بالفيوم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا باشمهندس. يعني زراعه الشتلات من الزراعات الحديثه تعتبر المهمه جدا ذات الانتاجيه العاليه جدا اللي ليها فوائد كتير. خلينا نتعرف مع حضرتك في الاول ايه الفرق بين الزراعه العاديه وزراعه الشتلات وايه المميزات اللي بتقدمها زراعه الشتلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زراعه المشاتل والخضر بصفه خاصه بتحتاج عنايه خاصه، وطبعا زي ما انتم عارفين المشروع كان او المزارع في البدايه كان بيزرع المشاتل بتاعته على راس الحقل، زراعات بدائيه معرضه للاصابه والامراض وكل المشاكل دي، فتم توجيه هذا النشاط لإنتاج شتلات عالية الإنتاجية بطرق حديثة. إذن يعني أول ميزة بناخدها اللي هي عالية الإنتاجية. طبعًا. طب وإيه تاني من المميزات اللي بتقدمها زراعة الشتلات؟ من المميزات إن طبعًا بيبقى فيها كنترول كامل أو تحكم في إنتاج الشتلة عن طريق زراعتها داخل صوب بتفصلها أو تعزلها عن الأمراض وتعزلها وتربة خاصة. التربة الخاصة دي متغيرة، يعني أنا بزرع في التربة بنتج شتلة مرة واحدة بس. خلاف المشاتل اللي كانت بتزرع في الارض، الارض بتتوارث فيها موضوع او بتتعاقب فيها الامراض، فطبعا انتاج الشتله بالطرق الحديثه ان انا بزرع الشتله في صواني وفي تربه خاصه بتبقى خاليه من الامراض. يعني نفهم من كده ان التربه اللي بتستخدم في زراعه الشتلات بتستخدم لمره واحده فقط. مره واحده فقط. يعني عشان ما تنقلش اي مرض او ما تنقلش اي مرض. وبرضو التربه احنا بنتحكم فيها بعمليات التطهير بالمطهرات الفطريه او يعني بنتحكم فيها كمان. اكيد مجموعه من العمليات الكبيره. خلينا نتعرف برضو مع حضرتك يعني نعتبر كم عمليه هنمر عليهم عشان ناخد شتله في الاخر. عمليه انتاج الشتلات في مشتل او في وحده انتاج الشتلات بتمر بعده مراحل. المرحله الاولى ان احنا بنجهز قبل الزراعه ومرحله الزراعه ثم مرحله ما بعد الزراعه. تمام. خلينا ناخد مع حضرتك برضو مرحله مرحله من دول وحضرتك تشرح لنا واحنا موجودين معاك في الوحده. تحت امرك. مرحله المرحله الاولى او مرحله الاعداد ان احنا بنعد التربه اللي احنا هنزرع فيها، والتربه دي عباره عن البوتس المضغوط بنعمل له عمليه التخمير. وطبعا بعد عمليه التخمير طبعا يعني احنا اول حاجه شايفين هنا بيجهزوا الصواني. هو العمليات بتتم بالتوازي مع بعضيها. بالتوازي مع بعض. يعني انا بجهز الصواني في نفس الوقت ان انا بخمر، بعمل عمليه تخمير للتربه وبعد كده بطلعها في الحوض لعمليه التهويه، ثم بعد ذلك عمليه الخلط. عمليه الخلط بقى اللي هو البيتموس مع الفيرموكلايف بيتخلط. خلينا طيب يعني نتقدم مع حضرتك كده عمليه الخلط عشان نشوفها. عمليه الخلط بتتم في مكنه الخلط. وهنا بتتم خلط الاسمده، خلط التربه، بنحط التربه مع اربع مع فيرموكلايف. طب في عمليه معايره بتتم. التربه هنا صناعيه ولا طبيعيه ديت؟ لا تعتبر تربه صناعيه. تربه صناعيه مش طبيعيه. تمام. مضاف اليها بنضاف اليها الفيرموكلايت، وده حجر من الجبل، يعني تربه مجهزه من الصحراء. أيوة. اساسا مبتدئ من اسوان، وده بيضاف بتديني مخلوط التربه الصالح لعمليه الزراعه. اذا فالتربه ديت هي عباره عن التربه الصناعيه الى الحجر ده اللي هو جاي. ده بيتم اعداده برضه في افران خاصه وهو مجهز لهذا الوضع يعني. تمام. ده فايدة اللي بيدي عملية تهوية للتربة وعملية الاحتفاظ بالرطوبة. وإيه تاني بقى الخلط هنا كمان؟ أثناء الخلط بنضيف، بنعمل عملية تخصيب للتربة. أيوة. وعملية تخصيب التربة إن إحنا بنضيف معدلات السمادية الموصى بها في المكنة، في مكنة الخلط. بتتم بعد كده بنضيف برضو مطهر فطري، مع لا ربما يكون فيه فطريات أو فيه مسببات فطرية. أكيد. فبنضيف المبيد مع مكنة الخلط. تمام. بعد ما بتتم عملية الخلط بننتقل مع سعادتكم إلى بنحط في حوض خاص هنا.
إذن المرحلة الثانية بعد عملية، أول حاجة قلنا لتجهيز الصواني، بعد كده خلط التخمير، مكونات التخمير، التخمير بعد كده خلط مكونات التربة مع الأسمدة مع في المكنة هنا، بعد كده بنحطها هنا ونكمرها لمدة 24 ساعة. احنا بيبقى عندنا حوضين في موسم الزراعة، لأن احنا عندنا ذروة الزراعة بتبدأ من 15/4، يعني الذروة في 15/4، فبيبقى الحوضين شغالين، حوض يخمر فيه لبكرة وحوض متخمر من امبارح بشتغل منه. اللي متخمر فيه هنا دي تعتبر اول عمليات الزراعه، اللي هي ان احنا بنحط التربه في الصواني. ايوه طبعا اول عمليات الزراعه، طبعا هو كده بقى بيعبي الصواني، الصواني كده بتبقى جاهزه لعمليات الزراعه. الزراعه. بننتقل مع حضراتكم هنا. طبعا انتوا بننتقل هنا، بتتعبى الصواني، عبي الصواني طبعا اتعبت هناك خلاص، يعني في المرحله دي مرحله ثانيه غير التعبئه، هي اتعبت هناك في المرحله اللي اتعبت هنا. بيجهز بيعمل منيم، بيعمل منيم، بسط البصمه اللي بيعملها دي، يعني الحركه ديت وظيفتها ان احنا اعمل فراغ، اعمل عشان فراغ عشان احط فيه البذره. ايوه طبعا بعد كده بننتقل، بعد عمل الفراغ بتبقى الصواني كده جاهزه لعمليات الزراعه. خلينا ننتقل نشوف برضو عمليات الزراعه هتتم ازاي. عمليات الزراعه ان هو بيوضع بذره في كل عين من العيون دي، يعني بيحط بذرة في كل عين من العيون دي، فطبعا اتعمل لها المنيم زي ما سعادتك شايف. أيوة. وبعد كده بننتقل لعملية، يعني هنا بيحطوا بواسطة العلب دي بيحط بذرة. أيوة. في كل عين يعني. أيوة. خلاص أصبحت دي بذور طماطم صحيح كده. تمام. فطبعا اصبحت فاصبح كل مكعب او مربع من دول فيه بذره، فيه بذره تربه جاهزه ومسمده ومعالجه. بتنتقل هنا ما بعد ذلك لعمليات التغطيه، ان انا بغطي البذره. يعني خلينا برضو نقرب مع حضرتك. احنا زي ما احنا شايفين هنا البذره اهي، البذره بيضاف عليها طبقه جديده، يعني حوالي 2 مللي او حاجه زي كده، دي البذره كده اتغطت وجاهزه لعمليه النقل. باشمهندس سعيد عبد المجيد، يعني زي ما شفنا كده بتغطيه البذره، اعتقد ان كده تقريبا الموضوع يكون عمليه الزراعه بالنسبه لوضع البذره في الصواني والتغطيه وكتابه البيانات كده انتهت عمليه المرحله. وبعد كده بناخد الصواني ديت ان شاء الله بتتنقل الصواني للصوبه، بيستلمها المهندس الصوبه وبيقوم ببقيه العمليات. احنا تعرفنا مع حضرتك يعني على كل العمليات تقريبا، واستفدنا جدا من المعلومات ديت، ويا رب ان شاء الله كل اللي شاهدونا يكونوا استفادوا منها. وانا عايز اشكر حضرتك جدا يعني على الجوله الجميله ديت والمعلومات الجميله اللي حضرتك قدمتها لنا. انا بشكر حضرتك جدا. الله يخليكم، احنا بنشكركم جدا على وجودكم وحضوركم معانا، وان شاء الله يعني نتمنى ان نكون قدمنا حاجه تفيد المزارع وتكون للصالح العام. اكيد اكيد يا باشمهندس. زي ما شفنا معاكم اعزائي المشاهدين، احنا كده تعرفنا على معظم العمليات اللي بتتم في زراعه الشتلات، وهننتقل بكم باذن الله بعد الفاصل لمثال حي من زراعه الشتلات مع محصول الباذنجان. خليكم معانا بعد الفاصل. وكيل وزاره الزراعه بأسوان، مدير مديرية الطب البيطري بأسوان، وكيل وزارة الري بأسوان. اليوم في برنامج صوت الفلاح على الهواء مباشرة لحل مشاكلكم والإجابة على استفساراتكم. في انتظار مشاركتكم على الهواء مباشرة على الأرقام التالية: في 5 مساء صوت الفلاح على الهواء مباشرة على شاشة مصر الزراعية. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين عشان نكمل معاكم خطوات الزراعة في المشتل. احنا وقفنا معاكم قبل كده لحد تجهيز الصينية، لحد ما بقى فيها البذرة ومتغطية وتمام. هيكون معانا في الفقرة ديت ان شاء الله الدكتور أشرف شوقي عثمان، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك يعني احنا وقفنا هناك ان الصينية أصبحت تقريبا جاهزة وهتتنقل يعني لمرحلة الزراعة. بالظبط كده. حضرتك ممكن تكلمنا عن المرحلة ديت؟ أو حضرتك بعد ما يتم زراعة البذور وبعدين التغطية، بيجي نوديها للصوب بتاعة الشتلات،
بتبقى موجود الاول عندنا بلوكات بتبقى رابط زي اللي موجود حضرتك كده، بيتم فرض الصواني عليها، وبعد كده بيتم ري الصواني ري غزيره، ولغايه ما تبدا يحدث ان الصينيه تبدا تنزل بعض النقط من فتحات اللي تحت. بعد كده بنروح كامرينها بكمر عن طريق ان احنا بنفرد عليها بلاستيك نغطيها، وبعد كده بنحط عليها من فوق صواني تانية بتكون فاضية من فوق، ده عشان نحافظ على درجة الحرارة ونحافظ على الرطوبة بتاعتها. بتفضل العملية دي عندنا لمدة حوالي من 2 لـ3 أيام. بعد كده بنبدأ نكشف على الصينية. لو الصينية بدأت تنبت فيها بيروح شايلين الغطاء من عليها خالص عشان ما يحصلش ان يبقى في إنبات موجود عندي، فلو كان إنبات حصل والغطاء موجود هيحصل لي الصينية الشتلة هتبقى ايه فيها التواء شوية فمش هتبدأ تستلم، فبنشيلها أول ما تبدأ ايه تنبت. بعد ما نبدأ تنبت معانا الصواني خلاص بنشيل غطا، نبدأ بقى نراعيها بالري. الري عندي بيتم مرة يوميا بالصبح حوالي الساعة 10، وما نرويش بعد الايه بعد العصر عشان ما يبقاش فيه رطوبة عندي بالليل فتزود من نسبة الايه الفطريات او الامراض الفطرية. الا اذا كان الجو حر عندي بقى شوية في شهر 7 في شهر 8 والحرارة عالية قوي، فبدي ري الصبح وري بعد العصر بس تكون ري ايه خفيفة. ده بالنسبة للري. الري بيتم ازاي حضرتك؟ عندنا الري بيتم عن طريق الدش، وده بتبقى فتحات بتاعته بتبقى يعني رفيعة قوي، وبنروي ايه من النبات ايه من فوق. ده بالنسبة للري. اما بالنسبة للتسميد مراعاة بتاعتها على طول، بتيجي مثلا بعد عمر اسبوعين او ثلاثة لما تبقى الشتلة يعني بقت شجرة شوية كده، بنبدأ نعمل لها حاجة من الاثنين، لما بنسمدها التسميد بنسميه طريقه الهزه. طريقه الهزه دي ان احنا بنعمل خلطه اللي كلمك عليها الباشمهندس سعيد، أيوة. اللي هي بتبقى نفس الخلطه اللي موجوده في الخلط بالظبط، بس بنضاعف فيها كميات الايه الاسمده وتكون فيها كميه الميه قليله قوي، عشان الراجل بياخدها بيحطها داخل الصوبه، وبعد كده بيبقى ماشي بغربال، الغربال ده بيهزه على الصينيه الصواني، وبعد كده بيجي واحد وراه بصينيه فاضيه بايه بيشيل اللي موجود عليه من الزواد من فوق، وبعد كده يعقبها ريه غزيره. عشان كده لازم تكون العمليه دي بتبقى الصبح من الساعه 9 والساعه 10، وما تعملش اخر النهار اذا كان بقى يعني ايه العمليه عنده يعني زنقه شويه ممكن اخرها، بس هي الاساس ايه الصبح. وبكده تقريبا بتكون انتهت العمليات ولا لسه؟ لا لسه زي. لو هو بقى في مثلا شتله مثلا في جو بارد شويه ولا حاجه، ممكن يفضل ان هو يدي الاسمده بتاعته عن طريق الرش، وده بيستخدم بقى اي اسماد مركب 19 او 20 بيبقى بمعدل مثلا جرام 3 4 جرام او 5 جرام لكل رتب، وبيرش على النبات مع بعض الاحماض الامينه بتدي دفعه للنمو. ممكن برضو يستعين بعمليه الهزه ده، بس لو كانت عمليه التسميد. بعد كده بعد ما بيخلص الاسمده، طبعا عمر الشتلات عندي بالنسبه للبتنجان ممكن تبقى تطلع بعد 30 او 35 يوم تقريبا في النمو بتاعها. قبل ما اعملها بنعمل نجرها عمل تاسيه. عمليات التأسية اللي بنعملها للشتلات بتبقى عبارة عن ايه؟ اللي انا باجي اقلل كميات الري المعطية للنبات. هي تقريبا المرحلة اللي احنا فيها ديت دلوقتي. المرحلة اللي قدام حضرتك ده، بنقلل فيها اداء او خلاص الهرارة بتطلع خلاص ان شاء الله، فبنقلل كمية مية الري اللي بتجي لها على اساس ان الشتلة تقدر تتحمل الظروف المغايرة اللي ممكن تقابلها بره لما نزرعها في الارض المستديمة، سواء كان حرارة مرتفعة او نقص مية او شدة اضاءة في هناك. فبنقلل كميه الميه عليها شويه بقدر الامكان المعطى، بس ما بنعاش في الجو الحر. لو كان الجو كويس ممكن ندي ريه يوم ويوم لا على حسب الظروف. ويفضل طبعا ان انا عشان اخلي الشتله عندي قويه صلبه بعمل ايه، بجيب انا حوالي كيلو او كيلو ونص سوبر فوسفات كالسيوم، بدوبه في جردل او في اي اناء واسيبه 24 ساعه، وبعدين اجي تاني يوم اخد الرايق اللي فوق عندي واوصله حوالي 100 لتر ميه واديله رشه. الكلام ده بيحصل امتى؟ قبل ما انقل الشتله بحوالي 3 ايام. ده بيديها صلابه شويه الكالسيوم، فبيخلي الشتله عندي ايه صلبه، فبتستحمل اي ايه اي عوامل ممكن تبقى مغيره فين بعد الزراعه ان شاء الله. ده بعد كده بقى بتطلع الشتله خلاص جاهزه للبيع، ممكن تبقى في المرحله ده او في العمر ده. تمام حضرتك. بعد كده ده بقى زي الموجوده عندي، فبيعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز هوديها للمزارع. المزارع دلوقتي المفروض هو استلم مني الشتله اشتراها خلاص، لازم يعمل فيها بعض العمليات يحافظ بيها على الايه عليها في الارض. خلينا بس قبل ما ننتقل للنقطه ديت نسال حضرتك، اكيد في طرق تانية لزراعه الباذنجان، واحنا قلنا الباذنجان هيكون هو مثالنا الحي النهارده على زراعه الشتلات. ايه المزايا اللي بتقدمها زراعه الشتلات عن غيرها؟ يعني خلينا بالنسبه للشتلات او مزايا الشتل عموما، هو اول حاجه بيقلل من كميه التقاوي اللي انا بستخدمها في الزراعه، بيقلل هالك بيقلل الكميه بتاعتها خاصه في الهجن. فخاصه في الهجن، فحضرتك مثلا لو انا زرعت مشاتل حقليه
بتبقى حوالي من ربع كيلو او 300 جرام. اما في الصوان هنا ممكن استهدف 50 60 جرام بس كفايه قوي، لان هجن وبذرتها غاليه. بالنسبه لي ده حاجه تانية، ان هو بتبقى مساحه زي حضرتك شايف مساحه صغيره، فبالتالي بيسهل عليا اجراء العمليات الزراعيه بتاعت العمليات الرعايه الايه الشتلات، سواء كانت بقى حضرتك من ري، من تسميد، من مقاومه افات، من حمايه ليها من اي اضرار في الجو، مثلا لو كان عندي مثلا في الباء في البرد شويه تحت بلاستيك، او في الحر يبقى تحت الشيزه بحضرتك موجود كده. الحراره بنحميها شويه من الافات بالظبط. في نفس الوقت كمان بتعمل لي اقتصاد في الوقت بمقدار الزمن اللي بتقضيه في الشتله مشتل، بحيث ان هي زي ما حضرتك عارف ان ممكن تقضي معايا شهر او شهر وشويه فين في المشتل، فبقى جهز لاسيب الارض عندي فاضي. بيخش على المرحله بيجهز الفتره دي، جهز فيها الارض، بيجهز فيها الارض بتاعه، فاول يعني. بيكسب وقت. الحاجه المهمه الثانيه عندي في الشتلات اللي هي بنستخدمها فيها، ان هي بتيسر لي قوي عمليه ايه؟ اللي انا اعمل انتخاب للشتله. اقدر دلوقتي الشتله قدامي موجوده ايه مزروعه، وانا قبل ما ازرع استبعد الشتلات المصابه اللي فيها اي اصابه حشريه، اي تشوهات موجوده فيها ضعيفه بستبعدها. في نفس الوقت باخد الشتلات دي ازرعها على المساحات او المسافات الملائمه لنمو الشكل، فبالتالي بزرعها فالنبات بياخد حجمه النمو بتاعه فبيديلي المحصول العالي. وكان مثال على كده، مثلا بعيد عن البديجيل شويه بس المزارعين عارفينه في يوم وفي اي مكان تاني، الرز الشتل ورز البدار يعني. فالرز اللي بيزرع بدار مرع في الارض على طول رز الشتل، الرز الشتل بيدي محصول اعلى من رز البدار، على اساس ان هو بيتزرع على المسافات بتاعته، وفي نفس الوقت بيدي الاشطه بتاعته بتاخد حجمها، اما البدار فبيديله محصول قليل، وده اكبر مثل يعني فرق بين الايه؟ لو زرعنا بذره مباشره او بالايه؟ بالشتل. طيب اذا اعتبرنا ان الباذنجان مثال حي للزراعه بالشتلات، خلينا نعرف من حضرتك ان النهارده المزارع اشترى الصينيه ديت فيها النباتات اللي اصبحت جاهزه للزراعه. كلمني حضرتك عن ايه هي اهم العمليات الزراعيه اللي المفروض اجهز بيها الارض عشان ابتدي ازرع الشتله. الاول خالص انا خد من الصينيه. بعد ما خد من الصينيه عشان يزرعها، المفروض ان هو يعني ممكن احتمال يكون الارض بتاعته فيها بعض المشاكل في التربه او في فطريات او خلاف او زبور. فبيعمل ايه؟ انا جبت الصينيه، بجيب يعني زي مثلا طبق كبير مسطح في شويه كده، واحط فيه املاه ميه، واحط فيه مطهرات فطريه بمعدل جرام او 2 جرام لكل لتر ميه. تمام. واي مطهر فطري باي نوع، وامسك الصينيه عندي واروح منزلها فين؟ في الصينيه كلها. الصينيه كلها وانزلها فين؟ في الميه المحلول ده، في المطهر الفطريه، بحيث يصل لغايه الورقه الايه الحقيقيه الاولى كده مفيش مشاكل. ده عشان يبقى عندي ايه؟ حمايه منها لو زرعت في الارض، لو كان في زبول او فطريات موجود في التربه. الحاجه الثانيه بعد ما يعمل كده يبدا يفضل ان يتم رشها باي مبيدات حشريه على اساس يبقى ايه؟ وقايه ليها من اي حاجه زي مثلا الدوده او الذبابه او اي حاجه، او تنان او كده او تلبس. فبالتالي برشها فين؟ عليها. ولو امكن وعنده امكانيات ممكن هو يستخدم فيها بعض وبيرش عليها، او مع الـ لما بينا فيها نقع في الصينيه، انه يحط لها بعض المركبات الموجوده كتيره دلوقتي اللي هي بتعمل على يعني بتعمل زياده نمو للجذور، منشطه للجذور، ودي بتفيده قوي. دي هتديله في الاول اول حاجه دافعه جدا للنبات. ده بالنسبه لتجهيز الصينيه قبل ما ايه لو نزرعها في الارض على طول. هل في حاجه مهمه قوي المفروض نعملها في الارض كمان؟ يعني اذا كنا هنعتمد على زراعه الشتلات، في تجهيز معين للارض؟ طبعا. هو بالنسبه للشتلات هو التجهيز العادي. ما لحضرتك بالنسبه للشتلات، لو في ارض جديده وارض قديمه، بالنسبه للارض الجديده او الارض القديمه، الارض القديمه اول حاجه خالص طبعا هو بيعمل تجهيز الارض العادي، ان هو بيعمل اول خدمه بتاعته مع اخر حرته او قبل اخر حرته، بيضيف السماد البلدي بتاعه سواء كان سماد بلدي او بيضيف كومبوست او خلافه. بعد ما يضيف ده بيضيف معاه، يفضل ان طبعا ده بيبقى بمعدل مختلف حسب كل حاجه، بس بيكون من بين 10 ل 15 متر مكعب سماد بلدي، او من 5 ل 10 طن كومبوست. بيحط يفضل يحط معاه يعني حوالي من 10 من 100 ل 150 كيلو جرام كبريت زراعي، ويفضل يحط معاه سوبر فوستات بمعدل من 150 ل 200 كيلو جرام للفدان. ده كل ده للارض قبل ما نحط قبل اخر حرته. تمام. قبل السكه الاخيره بالحرته. تمام. وبعد كده لو هو فضل يعني عشان يقلبها على اساس تبقى ايه عنده الارض تبقى جاهزه، يروح عامل حرته عليها. ولو هو عايز يحط سلفات سلفات نشادر، ممكن يحط في معدل 100 كيلو كفايه قوي، او من 50 ل 100 كيلو بس كفايه. بعد كده بيبدا يعمل اخر حرته او يعمل التخطيط بتاعه، ويبدا ينزل الشتلات. في الارض القديمه طبعا بننزل الشتلات بتاعتنا في وجود الميه. تمام. فيفضل ان هو لو عنده الميه بتاعته المناوبه بتاعته بالليل، ينزل الميه بالليل ويشك بايه؟ بالنهار. لو عشان لو كان بالليل عشان ما يشكش طبعا بالاخر النهار. لكن لو عنده المناوبه الصبح ينزله الصبح ويجي يشك اخر النهار، او يشتري النباتات اخر النهار عشان تيجي عليها الليل. واخد حضرتك؟ تمام. فتبقى الجو ايه؟
لطيف في وجود الميه، وبعد كده بيشقع المسافات اللي هي موجوده بتاعته. اما في الجبل فهو بيعمل ايه؟ بيحط الاسمده الخلطه دي بس بيزودها شويه حوالي 50% النهارده فقيره يعوض آه. وبيحطها تحت الايه؟ تحت خرطوم الري، وبعد كده بيحط عليها خرطوم الري وبينزل الميه عليها لمده 3 4 ايام اللي يعمل طفي بس للكمبوس عشان الحراره بتاعته ترتفع حاجه والكبريت اللي موجود. بعد كده بيروح يعني بيسميه تخمير، يعني التخمير حتى بيسموه ممكن 100 ساعه، يعني 100 ساعه بيسميه طفي للايه؟ الاسمده. بعد كده بنغرق المستوى ميه عادي، وبعدين بيجي يزرع قدام النقاط بحوالي 5 سم، بيحفر بايديه او بيحفر في ساعات بتبقى زي اسطمبه كده خشب بيعملها على المسافات، ويشيل الشتله كلها كامله ويحطها فين؟ في المكان بتاعه. بس انا عايز اقول حاجه بعد اذن حضرتك، يعني انا لو ناخد مشتل مثلا زي ده وعايز اعرف الشتات دي كويسه ولا وحشه، ده اللي دي برضو كان انا مزارع يعني أكيد. فانا لما اخش على الشتلات فبقى ليا كذا حاجه كده ابص عليها. اول حاجه ابص على الصوبه من بره، بشوف الصوبه كده من بره، هل الصوبه الشيت بتاعها ده كان الشيت يعني مقطع ولا سليم، يعني الاغلفه بتاعتها الشيت اللي هو بلاستيك ده اللي هو 60% ده تظليل، ده ببص عليه. لو لقيته مقطع يبقى بالتاكيد هو الراجل مش معتني بالايه؟ بالصوبه بتاعته. شوف حضرتك ان الصوبه تلاقيها كلها مظبوطه، فانا اول ما الاقيها مقطعه مش مهتم استبعد، يعني ايه ده دخل تمام. يبقى دخل جميع الحشرات اللي موجوده كده. اخش الصوبه لو لقيت في الصوبه مثلا عصافير او اي حاجه بالتاكيد ما دام عصفور دخل يبقى بالتاكيد حاجات ثانيه ايه دخلت معاه امراض وبتاع. طبعا في بعض الاصناف لما يكون فيها في البدنجان بنشيل البدنجانه من ايه من تحت كده بنشوف لو طلعت عند الشكل المخروط الكامل، حضرتك هنشوفها دلوقتي المخروط الكامل، يبقى كامله التاسيه عندي واصله الجدر للاخر. لو لقيتها مقطوعه يبقى افضل ايه ما اخدهاش. لو كان عندي الكرومبه البدنجان عندي بيظهر مثلا او في تزهير في البدنجان افضل ما اخدوش، لان عمره كبير وبالتالي يبقى طلع من مرحله فسيولوجيه من النمو الخضري الى مرحله فسيولوجيه ثانيه اللي هو النمو المفروض الزهري. اصلا تتم في الارض بالظبط، لانه كده هيبقى دخل في مرحله ثانيه خالص، فهو المفروض يبقى عندي غير مظهر. ده تقريبا اهم الحاجات اللي موجوده، ويراعي طبعا ان هو ما يكونش ايه مرشوش بالجبلين. دكتور اشرف شوقي انا عايز اشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا، وان شاء الله يكون كل المشاهدين استفادوا بيها. اعزائنا المشاهدين في كل مكان، مما لا شك فيه ان الزراعه عن طريق الشتلات هي زراعه حديثه بتوفر الوقت وبتوفر منتج يمكن هو الاصلح للتصدير. كل دي معلومات قدمناها لكم ولسه